هل من توافق سياسي لإقرار الموازنة؟ هل تمرر في حسب توقعاتك والمعلومات المتوفرة لديك الخميس، أم تستبعد انفراج هذه الأزمة قريبا؟ متى الحسم؟ نعم، مساء الخير، تحية طيبة لكم وللزملاء والمشاهدين. لحد الآن لم نسمع بأي اتفاق أو أي توافق حول هذا الموضوع. مسألة هل حسمت النقاط الخلافية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف التي أضافت فقرات إلى المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، كان من المفروض أن تكون هناك بعض الأنباء حول مسألة اجتماع حاسم، كان من المفروض أن يكون أن يعقد في الساعة 6 من مساء اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد الحلبوسي وبعض الأطراف الشيعية، ولكن حتى الآن لم ترد أي أنباء حول هذا الموضوع. بعض التصريحات سمعناها من قبل الدكتورة فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي والسيدة إخلاص الدليمي، وقبل أيام أيضا كان هناك تصريح من قبل الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بين بأن هناك إمكانية للانفراج وإمكانية للتوصل إلى الكثير من الأمور. بعض الأطراف تحاول أن تصدر بعض الخلافات وتحولها إلى خلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني. النقطة الوحيدة التي كان يقال بأنها تشكل خلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني مسألة مدخرات رواتب موظفي إقليم كردستان، وهذه بكل صراحة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، لأنه من 2014 وحتى هذه اللحظة ما يصل إلى إقليم كردستان من سلف رواتب ما هي إلا فتات بكل صراحة، باتفاقات جنتلمانية ولا تنفذ بنسبة 100%. منذ 2020 وحتى هذه اللحظة، منذ وجود المكالمة الهاتفية التي على أساسها تم الاتفاق على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان في عهد السيد الكاظمي، وحتى هذه اللحظة لم تنفذ هذه المسألة إلا 4 أو 5 مرات. لذلك بكل صراحة لا توجد أخبار حول هذا الموضوع، ولكن هناك توقعين حول هذا الموضوع. أولا، كانت هناك بعض الأخبار تحدثت بأن الموازنة سوف تؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وهذا يبين بأنه حتى هذه اللحظة هناك الكثير من الأمور والتعقيدات حيال هذا الموضوع، إن كان بين الحزب الديمقراطي والأطراف التي لا تريد للموازنة أن تقر. ثانيا، يقال بأن الجلسة سوف تتم ولكن لن تقر الموازنة، وهناك أيضا توقعات بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا الموضوع. لطالما لا يوجد هناك توافق أو اتفاق حول هذا الموضوع، ولا توجد مساومات من قبل كل الأطراف على هذا الموضوع، وخصوصا أن المسألة تتعلق بقود شعب كردستان، أنا لا أتصور بأن الموضوع سيمر مرور الكرام. من الممكن أن نشهد جلسة، ولكن من الممكن أن لا نشهد نصاب قانوني كامل لهذه الجلسة، من الممكن أن نشهد بعض المقاطعات، ولكن ننتظر الأنباء التي ترد من خلال الاجتماعات التي من الممكن أن نشهدها خلال الساعات الباقية من هذا اليوم أو يوم غد لحد يوم الخميس، وفي ذلك الوقت سوف تكون الصورة واضحة. لكن أنا أتصور أنه لو لم يحصل اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالموازنة لن تمرر ولن تمر مرور الكرام.